انت كيف؟ لا شو دار بقيت تتذكر ونسيت حتى مين انا. يا الله شو الو دانا دانا. نعم اجا هلا وقت المدرسه تبعي. هلا انا رح اروح ماشي. طيب روحي انت رح تساوي الاكل وهيك اشياء لانه انا رح اروح المدرسه. لما ارجع ان شاء الله بلاقيكي سويتي كل شيء. يعني بلاقي الاكل لانه رح يكون يعني قرب المغرب. اوكي طبعا انا بعرف. اوكي يلا مع السلامه. باي باي. انا رح اخذ ملابس تبع المدرسه تبعي. رح اخذ الكتاب. او ماي جاد اجيت كثير بدري لسه ما في ولا حدا بالمدرسه. اوكي تمام بروح شوي اراجع دروسي. اه مو هاد مقعدي. هذا هو مقعدي. بستنى لحد ما يجون الطلاب. هلا براجع شوي دروسي عبلا يجون الطلاب الثانيين. هلا طبعا بعد ما خلصت دراسي راح اروح وارجع على البيت. تمام هي البيت تبعي. رح ندخل. اوكي دانا رجعت من المدرسه. بدي احكي لك شو صار اليوم. يما معقول بدي تكون دانا لساتها يعني انا رحت على المدرسه ورجعت ولساتها بتلعب بالكمبيوتر بالعاب الفيديو. وربي لا افرجيلي. دقيقه دانا وينك 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 يا دانا دانا وينك؟ معقولة شو عم تساوي؟ دقيقة يلا ننزل تحت منشوف. يا دانا دانا مين دانا؟ كيف مين دانا؟ مين انتي؟ كيف مين انا؟ شو صار معي؟ ليش انت عم تسأليني هيك؟ لك دانا شو صاير معك؟ انا اسمي دانا. ايه انتي دانا وانا اسراء اختك. شو نسيتيني؟ شو صار معك؟ معقول يكون مقلب؟ خلص بلاش من هذا الشغب. انا ما بعرفك حتى ليش رح اسوي فيك مقلب. انا ما اسمي دانا. انا ما عندي اسم. لك كيف ما عندك اسم؟ يا دانا قومي خلص خلص بلاش من هاي المقالب تبع الشغب. يلا خلص قومي. كيف؟ مين انتي عشان تحكي مين علي عشان قوم؟ لك انا اختك. شو هذا البيت؟ من انا؟ دانا قومي قولي لي بس شو صار معك. منجيب لك دكتور بس قولي لي شو صار معك. انا كيف بدي اعرف؟ انا ما بعرف اصلا من انت وشو هي الغرفه وانا ليش هون. طيب طيب قومي تعالي. وات ايش هذا البيت؟ تعالي هذا بيتنا وامي وابوي كمان مسافرين بدهم يرجعوا الأسبوع الجاي. أنا ما بعرف ولا شفت في حياتي مثل هذا البيت. لك تعالي تعالي دانا. أنتي دانا ماشي؟ أنا ما اسمي دانا. قربي قد المغرب. قربي قد المغرب. خلص تعالي خلي بس نفطر بعدين المغرب؟ إيه تعالي نفطر؟ إيه. إيش بتلخبطي أنتي؟ كيف عم لخبط؟ احنا بشهر رمضان احنا صايمين. تعي نفطر. صايمه؟ ايه بس ساعات صايمة. تعي لا 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 شو عم تساوي دانا؟ لا بتريد تشرب ماي؟ لا انت جنيتي. لا خلاص لا شربتي ماي لك من جد. انت من عشان تحكي من علي اكل او لا؟ لك من جد انت فطرتي؟ لك بقى بس دقايق مشان انه يقدم. على شو؟ أنا لازم أخرج من هذا. لا لا دانا جنيتيني. دانا بدي أكتشف هذا المكان. تعالي لك أنتي دانا. ليش لا تسوي زي هيك؟ أنا مو دانا. لا تدخلي بيوت الناس. لك يا الله شوي المصيبة. لازم ضروري إني أدخل. لازم إني أنقذ هذا الموقف. لك في حدا تجول رح ياخذوكي الشرطة. تعالي على البيت. خلصت مش في بيت فارغ. لك تعالي إحنا ما بدنا هيك ندور ببيوت الناس. تعالي على البيت يا دانا تعالي. انت كمان عندك بيتك. تعالي فرجيك. يا لا تفرجي. لا افرجيك. تعي تعي هذا أوه. بيتك. شوفي بيتك شو حلو. شفتي؟ تعي تعي تعي. وين؟ انا ما عندي بيت. لا هذا بيتك اللي هلا احنا عم ندخل له.
رح يأذنها. لا تعي لك هذا بيتك. شو عم بتلخبطي؟ انا عندي بيت مثل هيك؟ ايه شو انت مجنوني او شو؟ ليه؟ شو بدك اكتر من هيك؟ احسن بيت بهي المدينة. دانا تعي. شو بدي انا اسوي؟ يلا يلا شو بدي اسوي؟ معقول دانا فقدت الذاكرة ونسيت حتى مين انا؟ بتقول او احنا فاضلين احنا سايبين وراحت شربت معي. كشحت راحت شربت معي. فطرت. يا الله شو بدي اني اسوي؟ اتصل على المشفى بس هلا على فكرة ما في ولا مشفى. تأخرنا كثير. شو بدي اسوي فيها؟ كأنه إذا رحنا أوريدي سمعت إنه إذا رحنا وضربنا شخص فاقد للذاكرة رح يرجع يتذكر. يومي يومي خلي نجربها. الأكل هون كثير حلو. رح نجربها. دانا يا بنت وينك؟ خليني آكل. عم تاكلي؟ الأكل في هذا البيت كثير حلو وزائد أنا ما اسمي دانا. What is this؟ وينك؟ بس قولي لي وينك؟ طب ليه داخلة لإله؟ أنا بدي أدخل وبس. يا الله بدي تجنني. طلعت يا الله كعم يأذن. أذن شو؟ بروح أفطر بروح أفطر. اسمعي اسمعي بيأذن. اسمعي شو هذا الصوت؟ بيأذن لك يا الله. شو مصيبة نسيت كل شيء. لا مو معقول. بسم الله بدي أفطر خلص. باخذ لي بس كاسة بس عصير بدي افطر فيه. وين الحليب على فكرة؟ خلاص اسمع اخذ الحليب بدي تجنني. هاي قال لك يو شو هاد لك نسيت كل شيء. ضربت ما بسم الله الحمد لله. اخذ شوي اكل لاني كتير جعت. باخذ بيتزا الحمد لله. باخذ شوي عصير وبرجر. يا الله نسيت اللي دانا وين راحت. معقول بدي اخذ شوي اكل معي في ايدي لحتى اني اكل لانه كتير جعت. رح اخذ شوي ماي. دانا بليز لا تجنيني. وينك؟ الله طيب ماشي. وينك؟ دقيقة عندي رقمها رح اتصل عليها. يا رب تكون اخذت معاها الموبايل. الو الو شو هاد الشي اللي عم بيرن؟ الو الو ما عم ترد. كيف بيستعمل هذا الشي الغريب؟ شو الشي اللي عم بيرن؟ معقول نسيت حتى الموبايل؟ شو هالمصيبة؟ طب رح اروح شوف شو اخر صورة نزلت بالانستغرام. معقول تكون نزلت شي؟ دلعب لي راحت نزلت صورة تبعها وهي بالسرير. وشو هاد؟ شو المصيبة كمان هديك البنت مصورتها؟ والله ايش سويتي يا دهانا؟ صار كيف يعني هي فقدت الذاكرة؟ معقول نسيتني انا ونسيت كل شيء؟ يا الله شو هالمصيبة اللي طاحت فوق راسي؟ هلا كمان اختفت ما بعرف هلا كمان وين راحت؟ ما بنعرف وين راحت دهانا ما بنعرف. ما عرف حتى وين راحت دانا اختفت وكمان نسيت الذاكرة. يا الله شو هالمصيبة؟ معقول كمان هلا ما بعرف شو صار معها؟ إذا تكون ضربت سيارة إذا يكون صار معها حادثة أو شو صار؟ رح أحاول إني أتهدأ شوي. رح أتصل على الشرطة أو أي شيء. بدي أشوف حل هي المصيبة. يا الله إيش صار إيش صار؟ كيف يعني نسيتني أنا نسيت كل شيء؟ نسيت حتى رمضان نسيت إنه صايمة نسيت كل شيء. معقول هلا شو صار؟ يا رب يكون أحلم. يا رب يا رب يا الله شو بدي أسوي؟ إيش بدي أسوي؟ خلص رح أتهدأ شوية. إجتني مكالمة. الله يا رب يا رب يا رب يكون شيء خبر حلو. الو مين معي؟ الو